مرحبا بكم باسم السيد احمد، خاطر انا شخصيا نحس فيه موجود اليوم بيناتنا، نحس فيه فرحان بهاللمه هذه، على خاطر يعرف ان الناس اللي جاوا اليوم الكل هما الاصدقاء، هما الزملاء، هما الرفيقات والرفقاء اللي يحبوه واللي امنوا به واللي يحترموه. قالوا لي باش نقدم الشريط، اسعد حاجه المخرج وأنه يقدم الشريط نتاعو، وسعيد ياسر مرتين ليا أنا، لأنه هالشريط أنا نعتبر روحي ما عملتوش، عملو سيد أحمد، شدني من يدي ووصلني حتى لآخر شريط باللي قالوا وباللي عملوا. ما كانش عندي دور كبير كمخرجة، خذيت صور وأعطيت الكلمة لسيد أحمد، وأعطيت الكلمة للناس اللي حبوا سيد أحمد واللي آمنوا به، ولكن وهو حي. واحنا كنا مع بعضنا وبخصوص في تجربتنا في المسجد السيسي تعلمت منه برشا، وفي الشريط هذه زدت تعلمت منه وعليه. كان بين بلا قاعة بالنسبة لي كتجربة سينمائية، عمال وانا نبحث عن حاجات، عمال وانا نلقى حاجات، عمال وانا والمساعدة بتاعي اللي نحب نشكرها نادرة، اللي هي مناضلة في حزب آخر، مانيش نقول عليه شكون، ولكن على ما تعلقت شخصية سيد أحمد في هالبحث اللي عملته معايا، كنا نعم؟ لا من الوطن يا نسناسة صليني كنا كل مرة نسخايلوا الوحدة باش نقفوا على البحث، وتقولي مدام سلمى راني زدت لقيت هكا، راهو سيد أحمد قال هكا، راهو عمل هكا. وقتها كان ما جاش سي جنيدي وسي هشام تكي، كان كل يوم يقولوا لي هاي يا سلمى كملتش، ماذا بيا راني عطيت عام كامل وانا نبحث على سيد احمد من خلال الصور ومن خلال الاشقال، وش عملت وش حسوا من طرف منه هو عطيته خليل، وشنو كان قادر باش يعطي للناس الاخرين. نحب جيت نفسر حاجه بعد الفيلم، مش باش نفسره، نحب نفسر نعطيكم مبرر على عنوان الشريط اللي انا سميته سيد احمد ولد زرزيس، سيد احمد لونفون دو زرزيس، لاني جاء العنوان في الاخر وفرض روحه عليا، لاني في الشهادات الكل، في اللي قالوه هو، في اللي قالوه الناس عليه، فما زوز نقاط ديما يرجعوا، هو الصدق والبراءه، وهذه صفه من صفات الطفوله، وفي سيد احمد أنا اللي أبهرت به ديما، وأنه الطفل موجود في سيد أحمد بالصدق نتاعو وبالبراءة نتاعو، وهذا إن شاء الله تلقاوه كما لقيتو أنا في الشريط.